بلال ياك شاب بلال وي. يعني في شفنا واحد التصريح في واحد البرنامج التلفزيوني يعني قال لهم واش ندير بالجنسيه المغربيه. يعني الجنسيه راه بروميرمون ما تعرضتش عليه، راه سيتي السؤال ديال واحد الصحفي قال لي كون يعطوك الجنسيه بحال طلع الشاب خالد واش تديها؟ قال لي غابيدمون كون يعطوني الجنسيه وندي بها لاكريم، الناس اللي ما عرفوش لاكريم شنو هي في المغرب هي لاكلاص اللي كياكلوها، ويعطوني بها الديور علاش لا؟ ولكن من بعد فكر باسكو تصيد مع صحفي زرب عليه نسى بلي عنده جمهور كبير في المغرب و جو بونس ندم على ذاك الهضره اللي قالها. ماشي مشكل نسمحوا له، راه فنان، الفنان راه كيغلط بعض المرات حتى هو، و جو سي نعرفو بيرسونيلمون، جو سي كو المغرب عزيز عليه بزاف والفنان هنا الجمهور ديالو عزيز عليه بزاف. فوتوها.